وبالشفاء. عسلامة ومرحبا، فقرتنا كيف العادة في صحة وبالشفاء. إن شاء الله النصايح متاعنا الكل وإحنا قاعدين نلبيو يعني في الاحتياجات وممكن في طلبات المستمعين. اليوم مش نحكيو على فايدة، وصحيح إنه الفاكهة اللي مش نحكيو عليها اليوم معناها ماهوش طريقة الزراعة متاعها تونسية، يعني جايتنا مستوردة. هي فوائد البنان ولا فوائد الموز؟ صحيح الموز له العديد من الفوائد، واحنا حكينا في فقرتنا وفي صحة وبشفاء حكينا على الألوان. البنان ولا الموز موجود يعني في الألوان التالية: الأصفر، الأحمر، الأخضر وحتى الأبيض. لكن الحاجة اللي هي مهمة إنه الاستهلاك يزم يكون البنان يبلغ درجة النضج ويكون بكامل الفوائد الموجودة فيه. لكن البنان اللي قاعد يجينا يوقع القطف متاعه أخضر ويوقع ممكن نقول تنضيجه ولا تطيبه يعني في تحميل وطريقة توصيله للبلاد التونسية. لكن البنان له العديد من الفوائد، وحتى لو كان يكون الحجم صغير لكن نجم نقولوه أنه من أسرار الطبيعة للحفاظ على الشباب. إذا كان نقوله الحفاظ على الشباب لأنه يلبي الاحتياجات متاع كل ما هو تحتاجه البشرة من الوجه لكل أنواع الجلد. كيف هو ملين للمعدة ويغلف في الأمعاء، وخاصة مفيد في الحالتين للإسهال والإمساك. يعالج كل ما هو التهابات الكولون. عافانا وعافاكم الله الناس اللي تعاني من سرطان الكولون، وهذا ينجموا يستهلكوا يعني البنان. مشيت كعادة إنه الناس اللي تمشي تقوم بزيارة المرضى في أحد المستشفيات، يعني البنان يكون أول حاجة سهل الأكل متاعه، ما يطلبش معدات، لكن الفائدة وإحنا ممكن نجهلوها، الفائدة للكولون مهمة جدا. كيف مضاد لكل ما هو الحموضة وإفرازات حمضية لPH بتاع المعدة. لكن الفائدة اللي هي للبنان وخاصة يلبي احتياجات الطاقة. حاجة أخرى وهي كطريقة إنه مرضى الروماتيزم نجم نستهلكوا 10 ثمرات يوميا، نجم تخلصوا على كل ما هو روماتيزم لمدة 10 أيام، وحتى أمراض النقرس يوازن ويعدل نبضات القلب لما يحتويه، وممكن أعلى فاكهة لتحتوي على نسبة البوتاسيوم. كيف هو طارد لكل السموم، وخاصة هو يقي من السكتة الدماغية. لكن لا إفراط ولا تفريط، ثمرة كل يوم نجم تفي بالوقاية وبالأغراض اللي يحتاجها الجسم. كيف وخاصة إنه محفز لمادة الهيموغلوبين في الدم، يقي من فقر الدم، وخاصة إنه غني بالنسبة وعنصر الحديد. الناس المدخنين وحاجة ممكن لمحاربة التدخين لأنه غني بالمغنيسيوم بالبوتاسيوم وفيتامين جروب بي. طريقة باش نجم نعمل بها للتخلص وتنظيف الجسم وخاصة الرئتين من نيكوتين، أن يستهلك 3 حبات يعني 3 كعبات موز يوميا لمدة 3 جمعات. صحيح ينجم يكون الثمن، لكن يكون أخفض وأقل ثمن من الأدوية والمنعكسات ولا الاضطرابات اللي نجم يعطيها التدخين. كيف مع الرجيم أنه نستعملوا البنان مع الحليب لمدة 3 جمعات، وهذا كل إنسان ونسبة الدهون ولا نسبة الكيلوات الزايدة. حاجة اللي هي مهمة يقي ويحافظ على كل يعني سلامة من التشنجات، وخاصة التشنجات العضلية. وذلك علاش نعرف أنه برشا رياضيين قبل التمارين ولا بعد المباراة ولا بعد المقابلة يستهلكوا بصفة عامة بنان، لأنه يعطي نسبة المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي انتقصنا من طاقة العضلات. حاجة اللي هي زادة كيف ينجم يعطي توازنات من كل ما هو التشنجات العصبية، وخاصة حالة الاكتئاب. مفيد لكل ما هو للشعرة، مفيد للبشرة، وخاصة وقاية لحب الشباب. لكن يزمنا نثبتوا خاصة من المزودين بتاع البنان، ونعرفوا انه لا افراط ولا تفريط. حبة حبتين في النهار، يعني كعبة كعبتين بنان في النهار، تنجم تعطينا برشا فايد. تمنياتنا للجميع بالصحة وعافية وصحة وبالشفاء. صحة وبالشفاء.